هذه الفكره ديال هذه المبادره هذه اللي جاتنا كشكر وعرفان للمجهودات اللي كيقوموا بها الطاقم الطبي. صراحه موضوع يثلج القلب، لان ملي جينا وشنا ان هناك الناس اللي كتضحي يعني شهور وهي كتضحي في سبيل المرضى، يعني سمحه في وليداتها، سمحه في العائله ديالها. صراحه ما متواش الشعور ديالنا، فرحنا بزاف وكنأيدوهم والله يوفقهم والله يجازيهم بخير. وكنشكروا المدير ديال المستشفى اللي رحب بينا، وكنشكروا الطاقم الاداري ديالو والطاقم الطبي ومنهم الممرضات والمنظفات والحراس. صراحه الشكر للجميع لهذه التضحيه اللي كيقوموا بها. المبادره ديال جمعيه بسمه مبادره جيدة مزيانة، هاد الالتفاتة هادي التفاتة طيبة من طرفهم تجاه الأطر الصحية اللي هنايا معتصمة، إذا بغيتي تكون معتصمة لمدة أكثر من شهرين، اللي ما شافتش عائلتها، ما مشاتش عند الأولاد ديالها وعند الأبناء ديالها باش أنها توضع واحد الحد لهاد الجائحة هادي. هي التفاتة طيبة، كنتمناو أنها تكون التفاتة أخرى من طرف المسؤولين، من طرف الوزاره كذلك، ماشي من طرف الجمعيه فقط، من طرف المسؤولين هاد الاطوار هادو، لان محتاجين للتفاته. التفاته اللي من طرف المسؤولين على اساس ان هاد الناس هادو عياو، خصهم حتى هما بدهم يمشيو يرتاحوا، يجيو الناس اخرين حتى هما بدهم يجيو يخدموا. راه كاين الاوطو، كاين امكانيات حاليا، دونك الدوله خصها تحمل مسؤوليتها في هاد المجال هذا وتجي تعتق هاد الناس هادو.